لسه مع حضراتكم وابطال دوري المرتبط سله رجال واخر بطوله دخلت 2020 لدولاب النادي الاهلي. معانا اثنين من الابطال، ابطال لانهم شاركوا هم من قطاع الناشئين وكان ليهم الشرف طبعا يكونوا موجودين في المباراه النهائيه امام الاتحاد السكندري وفازوا ببطوله غاليه جدا جدا. معانا عمرو، طبعا بنرحب بيك يا عمرو، ونجم من نجوم، مش هقول نجم من نجوم المباراه لكن جزء من طبعا حصولك على بطوله، ده شرف كبير وانت عندك لسه 19 سنه. عبد الله من احد اللعيبه المميزه في مصر كلها ومنتخب مصر تحت 18 سنه وكل الناس بتتكلم ان شاء الله مستقبل كبير. بنرحب بيكم في البيت الكبير، بنقول لكم اولا سنه سعيده ان شاء الله، سنه جديده عليكم ومبروك على البطوله الغاليه، بطوله طبعا دوري المرتبط اللي امام نادي الاتحاد وموجودين في البيت، في البيت الكبير بيت النادي الاهلي. بنرحب بيكم. نور هذا، اهلا وسهلا. لا عايزين الصوت عالي من اولها، انا ما سمعتش ولا انت قلت ايه؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا عمرو، كل سنه وانت طيب يا عبد الله، الف الف مبروك. يمكن الاهلي لما وصل لدور قبل النهائي كان هو النادي الوحيد اللي ممثل من بره اسكندريه، ومعروف جدا ان اسكندريه هي يعني عصب اللعبه دي من 30 او 40 سنه فاتوا يا جماعه، فانه الاهلي النهارده يحقق الفوز المستحق ده وعن جداره نظرا للظروف اللي حضراتكم يمكن اغلبنا ما يعرفهاش قبل الفاصل وحكوها الكباتن، فده شيء كبير جدا 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 واكيد يمثل حاجه كبيره بالنسبه لكم انتم كفرق ناشئين متصاعدين لسه للفريق الاول. كلمني عبد الله عن الاحساس ده، وانت ليك لقطه هعرضها لك كمان شويه كنت لسه بحكي معاك، كلمني عن ده. كنت متوقع الاهلي يوصل؟ انا غير طبعا توقعات ان احنا نوصل او ناخد البطوله او كده، انا احساس ان انا اطلع مع الدرجه الاولى اتمرن والعب ماتشات وكده، ده كان احساس كبير قوي بالنسبه لي وكانت حاجه مهمه انا يعني بالنسبه للكارير في سني عامه، ان انا 17 سنه واطلع واشارك في نهائي بطوله مع الدرجه الاولى حتى لو ما لعبتش، ده كان بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. فطبعا ان انا اوصل نهائي وناخد البطوله ده كان حاجه كبيره قوي قوي بالنسبه لي وفرحه مش طبيعيه طبعا. برضه نفس الكلام يعتبر، يعني انتوا اتصعدتوا امتى برضه عشان الناس تعرف؟ انتوا طبعا من اللعيبه المميزه في قطاع الناشئين، اتصعدتوا امتى للفريق الاول واستعداداتكم والاجواء اللي انتوا عشتوها قبل المباراه؟ يعني احنا من اول السنه كابتن اشرف برضه مصعدنا انا وبيدو، هو كان قد الثقه اللي هو يصعدنا، فكان احساس غريب ان احنا نصعد مع فيرست تيم ونلعب معاهم دوري الفاينل دوري المرتبط ضد اتحاد اسكندريه، ضد فرقه قويه يعني طبعا. ربنا كرمنا يعني وكسبنا. كان شعوركم يعني، انا عايز اعرف برضو انت ولد صغير، اكيد اللعيبه الكبار بتحتوي الناس ديت، بتحتويكم بشكل اكتر من رائع، وما بتحسش وانت كلاعب نازل بتلعب مع الفريق الاول في بطوله كبيره زي ديت يا عبد الله، بيبقى عندك حاجات كتير جدا في دماغك. دور الكباتن اللي كانوا موجودين معاكم اكيد كان ليهم دور، دور الكابتن اشرف المدير الفني كان ليهم دور، وانت كشخصيه داخل الملعب كمان ليك دور انك بتعمل كنترول وانك بتكون قد المسؤوليه ديت يعني. طبعا يعني انا من اول ما صعدت مع الدرجه الاولى مع كابتن اشرف ومع اللعيبه الكبيره طبعا معاهم في الفرقه، انا حاسس ان دي فرقتي، اللعيبه متفاهمين حتى دماغنا يعني بيفكروا زينا وبيتعاملوا معانا على اننا ناس من الفرقه، فده طبعا اداني غير ثقه التمارين مع كابتن اشرف، ده اداني ثقه حتى في الماتشات اللي نزلتها مع الدرجه الاولى، كنت حاسس ان انا في الاول كنت حاسس ان كده طبعا كان بيبقى في رهبه شويه، دي اول دي خطوه كبيره قوي في حياتي يعني، بس كان وجودي مع زمايلي في الفرقه كان ده مشجعني كتير، غير طبعا زمايلي الناشئين بتزق بعض مع غير الكباتن الكبيره محتويننا في الفرقه، فده كان بيساعد حد غيركم كمان من قطاع كان موجود معاك كم واحد بس يعني بيطلعوا ينزلوا بالظبط بس فالكباتن الكبيره كانوا محتوينا طبعا في الماتشات يعني ماتش كبير زي ماتش الاتحاد ده وانا في الملعب في الكباتن بيكلموني ما تخافش ماتش زي اي ماتش اعتبر نفسك في فرقتك، فالكلام ده طبعا كان بيفرق معايا حتى في المستوى وحتى في المستوى الذهني وانا بفكر في الماتش ده بيفرق معايا كتير، بس فالكلام ده اثر بالايجاب طبعا معايا كمستواي ومستوى الفرقه كلها وبس الحمد لله. طب احنا معانا دلوقتي على التليفون كابتن احمد الجرحي. كابتن احمد الجرحي المدرب العام لفريق السله رجال، وضحكوا ليه بقى كابتن؟ انت اللي تقول لنا ضحكوا ليه؟ الأب الروحي ليهم طبعا. كابتن احمد اهلا بيك والف الف مبروك وكل سنه وانت طيب. اهلا بحضرتك وزي حضرتك وبمشي على كابتن هاني طبعا. مساء الخير على حضرتك.
مساء الخير. اخبارك ايه وشايف ولادك قدامك دلوقتي مع بطوله غاليه، تقول لهم ايه؟ والله طبعا انا ببارك لهم وعايز، يعني انا سمعت حضرتك وانت بتسالهم، هو عايز اقول لحضرتك ان احنا من بدايه الموسم واحنا بنحاول مع النجوم اللي موجوده في الفرقه طبعا ان احنا نزق من قطاع الناشئين ولاد كتير، يمكن من اميزهم برضو عبد الله وعمرو ومحمود ومؤمن ومع الدوري، يعني ولاد كتير بصراحه، بس يمكن عمرو وعبد الله هم اللي اخذوا الفرصه في المباراه النهائيه. بس من بدايه الموسم هم بياخدوا ماتشات، طبعا حضرتك طبعا عارف الظروف اللي مرت بالفرقه، حالات الكورونا كتير وكده، فطبعا كان هم جوه السكور شيت في المباريات النهائيه، وده انا كنت بشفق عليهم بصراحه ان مباراه كبيره جدا وهم لسه خبراتهم قليله، لكن قعدنا معاهم، وانا على المستوى الشخصي طبعا بالذات عمرو لانه لعب معايا كتير قوي في قطاع الناشئين، وعبد الله كان لعب قدامي بقى في قطاع الناشئين، عبد الله احنا لسه جايبينه السنه اللي فاتت من نادي الشمس. وقعدنا معاهم واتكلمنا ان الماتشات دي هي اللي بتطلع اللعيبه، الماتشات دي دايما هي اللي يعني تبرز نجوم جديده، دي فرص لو مسكت فيها في النادي الاهلي هتنقلك نقله ثانيه خالص. صحيح. بصراحه الاثنين كانوا على قد الحدث وعلى قد المستوى وشرفونا بصراحه، يعني عمرو كان عمرو بدا الماتش، عبد الله نزل تقريبا ثاني او ثالث تغييره، الاثنين قدوا مستوى كويس جدا. لعبوا قدام نجوم في نادي الاتحاد، لعيبه دوليه، لعيبه لعبت كاس عالم قبل كده، يعني عبد الله كان في اوقات ماسك اسماعيل احمد، اسماعيل طبعا يعني ما شاء الله اسطوره في الباسكت. ان شاء الله. بس بصراحه الاثنين كنا مبسوطين من ادائهم وبننتظر منهم المزيد في المستقبل. وانت كمان يا كابتن احمد يعني تعتبر الاب الروحي بالنسبه كمان لعبد الله وعمرو تحديدا. بصراحه يعني انا الحمد لله عشان مسكت المرتبط كنت قعدت 4 سنين ماسك المرتبط، فاغلبيه الاولاد اتمرنت معايا في قطاع الناشئين. وكابتن اشرف من المديرين الفنيين اللي دايما بيحب ان هو يزق الناشئين، عارف قدراتهم كمان بالظبط، يعني هم فعلا ما شاء الله قدراتهم تؤهلهم لكده، وان ان 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 اللعيب ناشئ يقدر يلعب في ظل وجود كم من النجوم اللي موجود في الدرجه الاولى ما شاء الله اللي موجود في النادي الاهلي دلوقتي، يعني لازم يكون ناشئ مميز جدا، يعني هو مش بيلعب بالصدفه او بيلعب عشان زي ما اقول لك ان احنا ناقصين، لا هم حتى واحنا كاملين كان بيبقى ليهم دور، كان بيبقى ليهم دور، فده دليل على تميز منهم ان هم يعني برضو بيتمرنوا كويس. وغير النواحي الفنيه يا كابتن احمد كمان عايز احييهم على الكراكتر ده، دي مباريات بيظهر فيها الشخصيه، لما ودايما بنتكلم لما في حتى بنتكلم على قطاع الناشئين في الكوره بنقول المدير الفني ليه رؤيه انه امتى يتدخل الولد الصغير علشان ما يتحرقش، لكن انا بتكلم على 2 ولاد صغيرين بيلعبوا قدام نادي الاتحاد في مباراه نهائيه في ظروف خاصه جدا وبيظهروا بهذا المستوى، فده كمان دليل ان حضرتك كمان اشتغلت على الكاركتر على شخصيه لعيبه النادي الاهلي. دي حقيقه بصراحه، دي يعني يمكن ممكن عمرو موجود في النادي من هو عنده 8 سنين او اصغر، فممكن عمرو واخد الموضوع ده، عبد الله يعني من اسباب اختيارنا لعبد الله يعني بلس التميز الفني اللي هو عنده، لكن هو فعلا شخصيته لايقه على النادي الاهلي، ان هو عنده يعني هو عنده ايه يعني ثبات كده في الملعب، عنده صحيح. عنده شخصيه، راكز عنده راكز في الملعب. بصراحه الاثنين مش الاثنين بس، عايز اقول حاجه ان في مش اقل من 6 7 معانا من قطاع الناشئين، ولهم ما شاء الله يعني هيبقوا نجوم في فرقه النادي الاهلي. المباراه كانت تقيله بصراحه ان هم يلعبوها، دي كانت حاجه بالنسبه لنا احنا حتى جهاز فني فوجئنا بمستواهم، احنا عارفين قدراتهم بس كنا قلقانين عليهم، خايف عليهم طبعا من الضغط اللي موجود من الجماهيري وان المباراه كبيره وده نهائي وفرقتين كبار، ما شاء الله الصراحه بشكرهم على هوا رفعوا راسك يعني لو دو راسك. كابتن كمان ده دافع كمان لحضرتك والولاد الصغيرين انه شايفين 2 من الولاد ان هم تحت 17 و18 سنه انه بياخدوا فرصه وبيعملوا انجاز كبير، ده كمان بيدي دافع لحضرتك انك لا يا اولاد انتوا عندكم فرص وهتطلعوا وتعملوا اسم، يعني ده كمان من الحاجات الايجابيه. دي حقيقه، دي حقيقه، دلوقتي بقى في منافسه كبيره جدا من كل الاولاد في قطاع الناشئين، كله عايز بس كله شايف ان لا اللي هيثبت نفسه هياخد فرصه وهيلعب، ما فيش فرق ما بين صغير وكبير. والحقيقه اللي مساعدنا كجهاز على الموضوع ده ان اللعيبه الكبيره زي مودي جرحي او ابراهيم الجمال او عمرو الجندي
زي ما عبد الله بيقول لحضرتك ان اكتر مساندين للعيبه دي هي اللعيبه الكبيره، يعني هم دايما اللي بيوجهوهم، هم دايما اللي واقفين في ظهرهم، هم اللي بيحاولوا يطلعوا منهم احسن حاجه معاهم في الملعب، بيساعدوهم جوه الملعب. فبصراحه اللعيبه الكبيره مع الجهاز يعني سبورت جامد قوي للعيبه الصغيره. يعني بقول لهم من خلال حضرتك ان دي فرصه لازم تمسكوا فيها، بتلعبوا في نادي التيشيرت بتاعته يعني تقيلة، غاليه وكبيره وتقيله، فما بيلبسهاش غير اللعيب يعني اللعيب التقيل، اللعيب اللي هو يعني لعيب الدولي. فانتوا لازم طبعا انتوا تمسكوا في الفرصه دي، سوبر. لان تيشيرت النادي الاهلي هتكبركوا جامد جدا. صح. انا عايزه اتكلم عن دورك انت كابتن احمد تحديدا، لان انا عارفه ان انت زي همزه الوصل او الحلقه دي ما بين الشباب او الناشئين والمدير الفني، فكلمني عن الدور ده ولاي مدى يعني انت قريب من اللعيبه. انا عارفه ان انت قريب قوي من اللعيبه دول، فعشان كده كنت بقول لك انت الاب الروحي كمان لهم. فكلمني عن حلقه الوصل دي. هو كابتن اشرف طبعا الحمد لله بيثق فيا جدا معاه. هو عارف ان انا اشتغلت في قطاع الناشئين كذا سنه ورا بعض، حوالي 4 سنين كنا بنفوز فيهم بدوري المرتبط. عارف يعني دايما كابتن اشرف لما بيسالني، يعني هو مثلا احتياج، كابتن اشرف كان بعيد عن النادي، كان ماسك نادي سموحه، وكان قبليها ماسك بره، كان في الكويت وكان في الامارات، فكان بقاله 6 7 سنين بره النادي، مش موجود في النادي. لما رجع النادي فطبعا بيتعرف على الاولاد دول، غالبا بيبقى من خلالي لان انا اللي كنت بمرنهم. فمثلا اي مراكز نقصانه برشح له اللعيبه اللي ممكن تادي في المراكز دي. عبد الله اول ما كابتن اشرف جه قاتلنا على صفقه عبد الله دي، لان عبد الله كان ما بين الاهلي ونادي تاني، بس طبعا عبد الله كان رغبته الاولى والاخيره الحمد لله ان هو يجي النادي الاهلي، وهو لعيب مميز جدا. طبعا في دايما اجتماعات، او في دايما بنقعد وبنشوف ايه المراكز اللي احنا محتاجين فيها ان احنا نصعد ناشئين، مين الناشئين اللي ممكن تتصعد في الوقت ده، مين اللي هيفيد الفرقه، مين اللي على اللونج ران يعني النادي هيحتاجه او هو لازم نزقه، حتى لو هو مش مؤهل قوي احنا نحاول ناهله شويه، لان هو كخامه هتفيد النادي في المستقبل. فكل الكلام ده بيبقى بيني انا وكابتن اشرف وكابتن سيد مصطفى، والحمد لله يعني ان احنا قدرنا المكسب الاكبر لينا غير البطوله انك تقدر تلعب 2 و3 ناشئين في مباراه نهائيه. ده كابتن هاني حضرتك عارف ده حقيقي كبير جدا. ده هو ده النجاح يا كابتن. هو ده النجاح، وانت جزء من النجاح دوت، لان دايما بنتكلم على قطاعات الناشئين هو الجزء الاكبر، حتى بطولات قطاع الناشئين مهمه، لكن مش هو ده التارجت. التارجت ان احنا نشوف ابطال واولاد زي 17 18 سنه بيلعبوا مع الفريق الاول ويحققوا بطولات. فعايزك كمان بقى تطمنا كمان على مستقبل النادي الاهلي. احنا شايفين قدامنا ما شاء الله 2 ولاد، وكمان في 3 بيتصعدوا، لكن على المستوى ال5 سنين اللي جايه الشغل ازاي، ويعني ان شاء الله يكونوا في عناصر مهمه جدا يمثلونا على مستوى النادي الاهلي وعلى المستوى الدولي كمان. طبعا طبعا. لا النادي الاهلي ما شاء الله دلوقتي بيمتلك ذخيره، يعني بصراحه يعني احنا عندنا لا يقل عن 10 12 لعيب في قطاع الناشئين يقدروا ان هم يطلعوا يلعبوا في فريق الدرجه الاولى، واحنا قائمتنا على مستوى الدرجه الاولى مش زي الكوره، احنا 15 واحد. فاحنا ده العكس، احنا هيبقى عندنا فائض كمان ممكن يطلع في السنين الجايه شويه، ان حد يطلع اعاره ويرجع النادي، ان انت برضو بيبقى من خلال النادي وتبقى عينين عليه. طبعا اللي يقدر يمسك في الفرصه من اول سنه ومن اول سنتين، ده طبعا دي ده شغله هو بقى. ده هو يعني زي ما انا دايما بنقول للعيبه، احنا مش بنلاعب حد، انت اللي بتلاعب نفسك. صحيح. يعني انت مستواك اللي بيلاعبك، انت اجتهادك هو اللي بيلاعبك بيظهرك. بالظبط. مفيش فرق في يعني ما بين الكبير والصغير. يعني انا كابتن هاني هم طبعا اكيد ما حضروش حضرتك وحضرتك بتلعب، هم مش اكيد لا. حضرتك لا ان حضرتك كنت بتلعب كاس عالم وعندك 19 سنه و20 سنه مع المنتخب، وانا يعني انا حضرت حضرتك. فيعني انا عايزهم نفسي ان هم يعني ياخدوا حضرتك كمثل. حضرتك كان يعني شرفتنا طبعا في الاحتراف بتاعك، وانك طبعا كان الحقيقه يعني هم لازم يعرفوا ان سواء هم بره او هنا، ان الواحد يعمل لنفسه حياه احترافيه دي ما بترتبطش بالمكان، دي بترتبط بالشخصيه دايما. وان هم لازم تبقى شخصيتهم طالما بيلعبوا في النادي الاهلي يبقى هم لازم وايه على قد مستوى النادي الاهلي كشخصيه وكلايف ستايل، يعني عيشتهم كلها كتمرين. فبتمنى لهم كل خير، واتمنى ان هم يستفيدوا من اللعيبه الكبيره اللي معاهم. وبطمن حضرتك وجمهور النادي الاهلي ان النادي الاهلي يعني مش محتاج اي لعيبه، خلاص قطاع ناشئين والحمد لله مع النجوم اللي موجوده في الفرقه مغطي الفرقه
على الاقل 6 7 سنين قدام. ما شاء الله ما شاء الله، ويا رب يكرمنا ان شاء الله في بقيه الموسم، ونقدر ان احنا نفرح جمهور النادي الاهلي اكثر واكثر. قدها قدها يا كابتن احمد، احنا بنشكرك جدا جدا، بنشكرك كمان على دورك مع الشباب دول، وقد ايه اكيد في فرق، وهم اكيد عارفين هذا الفارق، يعني اكيد حاسين بيه. شكرا جزيلا ليك. شكرا ليك. عايز اتكلم مع عبد الله وعمر عن بقى الطموح. يعني انا واللحظات دي حتى بتتذاع دلوقتي على الهوا تاني، انتوا يعني في كده ابتسامه يعني عريضه، في اكيد لحظات مش هتنسوها لما بتحتكوا بقى باللعيبه الاكبر منكم سنا، بتسمعوا اللعيبه اللي اتكلمت قبليكوا حتى. قول لي ده يعني بتحط في دماغك ايه؟ انت عايز تتعلم ايه؟ مين حتى انا عايز اعرف مين مثلكوا الاعلى في اللعبه ديت، يعني اقرب لاعب حتى بالنسبه لك ايه؟ بس كلمني الاول عن الشعور ده، انت بتتعلم ايه؟ عايز تبقى توصل لفين؟ والله يعني انا لما العب بطوله مع لعيبه كان لعب مثلا 30 بطوله قبل دي، ولعب مع ناس زي وناس زي وفي الفرقه وفي نفس سنه، وسني كمان انا طالع 17 سنه، فطبعا انا باخد خبره مش طبيعيه. طبعا اشوف يعني اشوف لعيب لعب بطوله زي اللي انا بلعبها دي بقى فوق ال10 مرات، واشوف هو بيتعامل ازاي، بيتعامل مع الكوتش ازاي، بي 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 بيثبت نفسه في الملعب ازاي، بيتمرن ازاي، اكون معاه ليل نهار في التمرين وفي الماتشات، وفي ماتشات نهائيه وفي ماتشات وديه وفي ماتشات عاديه. فدي طبعا انا بكتسب منه خبره مش طبيعيه طبعا. فلما اشوف ماتش فاينل زي ده وبشوفه بيلعب، اكون انا جزء من المكسب ده، فطبعا انا بحس بفرحه مش طبيعيه. عبد الله جزء من المكسب، وكان انك استقبلت ازاي لما الكابتن اشرف قال لك انزل امسك او تبقى تراقب؟ طبعا اشرف اسماعيل ده لاعب النادي الاتحاد تقريبا عنده 44 سنه، يعني اكبر من عمرك بالضعف، وطبعا اسطوره من اساطير النادي الاتحاد على مستوى الباسكت. طبعا استقبلت ده ازاي وعملته ازاي واتخضيت؟ نزلت عندك ثقه في نفسك؟ اشرح لي ساعه ما الكابتن اشرف قال لك. انا طبعا انا لو كنت لوحدي اول ما زقني انا ما كنتش هقدر طبعا اعمل حاجه، كنتش هقدر خالص. بس اللي ساعدني في كده زمايلي في الملعب وزمايلي في الفرقه واصحابي اللي اتصعدوا معايا من الناشئين. ما فيش حد اثر معايا بصراحه في نصيحه ليا، في كلمه ليا، حتى الخمسه اللي كانوا معايا في الملعب ما سابونيش، فضلوا ماتش زي اي ماتش، امسي العب عادي ما تفكرش. فده اللي يعني قدرت اترجمه بصوره ايجابيه الحمد لله يعني في الملعب. في الاول كان صعب طبعا، لو كنت لوحدي ما كنتش هقدر طبعا، بس هو زمايلي اللي ساعدوني بصراحه فقدرت. في لقطه ليك لازم يكون عندك ثقه في نفسك. لا تقدر دلوقتي، انت لعيب كبير ولعبت على مستوى منتخب مصر تحت 18 وانت لسه سنك صغير، لازم الثقه دي تكون موجوده والشخصيه موجوده، وانت عندك الامكانيات الفنيه فانت قادر كمان. كنت عايزه تقولي لي كنت عايزه اقول اللقطه وعمرو جندي بيقول لك انزل انت راجل صح؟ وجدت عمرو جندي كان اكتر واحد بيكلمني في الملعب، اكتر حتى واحد حتى في الملعب والماتش شغال كان بيقعد يتكلم معايا. هو حماسي وايه؟ كابتن عمرو جندي حماسي حماسي. انا اول بيلم الفرقه، وهو كابتن طبعا كابتن مودي الجرحي، كابتن مريم الجمال، بس هو كابتن عمرو جندي بس هو جديد على الفرقه، فهو حماسي جدا عاوز يكسب. دي حاجه حتى في التمرين هو شخصيته كده، هو يلا يا كلنا نتمرن بجد مفيش هزار، خلاص طالما نزلنا الملعب نتمرن. حتى لما في ماتش الزمالك لما لقينا في حالات كورونا قال انا ما اعرفش مين هيبقى معانا في الفاينل، فيا ريت كلنا نلعب رجاله ونجمع بعض وكده. والله كان بيحمسكم قوي حتى في التمرين، يعني كابتن عمرو في التمرين بيبقى زيه اكنه في الماتش بالظبط، بيتمرن زي في الماتش بالظبط، فدي حاجه انا يعني نفسي لما اكبر اخدها منه. بينقل لكم روح المباراه يعني. بالظبط. كان رد فعلك ايه بعد القضيه بتاعت الباسكت؟ ما صدقتش يعني حتى شافوها. انا كان في لقطه كده انت قاعد اللي هو هات يا محمد يا ريت تجيبها لنا لقطه اللي هو طب انت زعلان مخضوض مسكت راسي وما كنتش مصدق ساعتها. اصل انا كنت كان لي دقيقتين تقريبا وكنا خسرانين فرق 5 حاجه كده، فانا كنت كان يعني كنت بدات احس ان احنا هنخسر الماتش. فلما الماتش عوضنا وكابتن سيف جاب الكره الاخيره، فساعتها انا ما كنتش مصدق ان احنا كان باقي ساعتها 20 ثانيه تقريبا وخلاص هنكسب. اهي ايوه انا الصوره دي يعني انت اللي يشوفها يقول لك بيقول انها زعلان زعلان انه جاب الباسكت، لكن هو كان اتخض. انا بصراحه انا كنت مخضوض ان احنا قدرنا نعوض وكسبنا. ف كانت لقطه ظريفه جدا، واحساس ده هيساعدكم انت كمان يا عمرو وجودك وتكسب بطوله صعبه زي دي اكيد هتبقى تبني من خلالها خبراتك.
خبرات على مستوى ان شاء الله الفريق الاول انك تثبت، والكابتن احمد بيقول دي فرصه بالنسبه لك تثبت نفسك بشكل كويس مع مجموعه كبيره من الولاد، وكمان على مستوى الشخصيه خلاص شخصيه النادي الاهلي ايه المشكله ان ولد عنده 17 18 سنه في مباراه نهائيه يكسب بطوله، فدي كمان على مستوى المستقبل اكيد هتفيدكم. يعني التمرين معاهم مع فيرست تيم عموما، التمرين مع لعبه منتخب مصر كلها تعتبر لعبه فيرست تيم دلوقتي كلها لعبه منتخب مصر. فلما لعبوا كاس عالم لعبوا افريقيا، فانا لما بالنسبه لي اطلع اتمرن معاهم خبره، لما اجي العب مع الفيرست تيم في الاتحاد الاسكندري برده يعني كانت في رهبه في الاول، بس يعني لما لقيت كلهم بيلعبوا يعني هم بيلعبوا نفس اللعبه يعني باسكت، فعادي ايه الفرق بيني وبينهم. بس مثلك الاعلى ايه في اللعبه دي يا عم؟ في النادي الاهلي عموما يعني؟ لا في لعبه الباسكت. في النادي الاهلي. كابتن ابو النصر اللي كان لسه موجود. والله انت بتلعب مركزه ها؟ يعني هو انا اللعب بتاعي قريب منه شويه يعني. اوكي. بس هو يعني شوتر يعني اكتر مني. نفس الستايل يعني. لسه صغير جاي. وعبد الله. اكيد طبعا اسطوره كابتن طارق غنام من قبل، انا من في الشمس انا كنت نفسي ابقى العب زيه، ودلوقتي بقى في ناس كتير يعني في ناس كتير انا بحب اتفرج عليهم في الدوري مثلا، يعني في واحد في الزمالك اسمه انس، كابتن انس اسامه، ده انا بحب ستايل لعبه، بس طبعا الاول واحد كابتن طارق غنام ده من وانا في الشمس من وانا صغير يعني نفسي ابقى زيه وانا اكبر يعني ان شاء الله. انت عبد الله ما شاء الله انت قلت لي كم؟ 2 متر؟ 2 متر 5 ده يعتبر اطول واحد في المرحله السنيه بتاعت الموجوده، اطول واحد في مصر في المرحله السنيه دي، اطول واحد تحت 18 وانت تحت 18 سنه. فيعني يعني احنا بنتمنى لكم طبعا التوفيق، يعني احنا اولا سعداء بيكم ان انتم موجودين في السن الصغيره ديت وموجودين في بطوله كبيره، بنقول لكم مبروك على البطوله، منتظرين ان شاء الله باذن الله بطولات جايه كتير وانت لسه العمر قدامك طويل، امسك في الفرصه زي ما الكابتن احمد قال لك، انتوا لعيبه على قدر المسؤوليه، ونتمنى لكم ان شاء الله مستقبل كبير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. اشكركم شكرا جزيلا. شكرا. شكرا يا عبد الله. شكرا يا عم. شكرا جزيلا ليكم، الف الف مبروك. مشاهدينا دي كانت حلقه يوم الاحد، اول حلقه في البيت الكبير في السنه الجديده. بكره ان شاء الله نلقاكم، تصبحوا على خير.